أنا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد مع المباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. من كابينة التعليق محدثكم فارس عوض يحييكم مشاهدينا، معكم فارس عوض من كابينة التعليق في متابعة حية لهذه المباراة، حيث سيكون فريق مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ. حقيقة أنا سعيد جدا بتواجد اليوم معكم، وأتمنى بأن تكون هذه المباراة مليئة بالندية والإثارة. افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز، قرار سليم من الحكم باستمرار الكرة مع بايرن ميونخ. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر، حرص يتصدى بكل هدوء لهذه الكرة. مايكل أوين محاولة للوصول إلى المرمى، فرصة هدف في هذه اللحظات، مستحيل البداية. أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخر. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فرصة لوضع الكرة في الشباك بشدة الكرة. ماركوس راشفورد، كرة بتتخلص، يسيطر عليها الآن، الله على السلايد في اللقطة الماضية. كرة تصل إلى ضربة ركنية. أنطونيو روديجر، يا رب، كرة بتلامس المدافع وبيتغير اتجاهها لتستقر الكرة في الشباك. هدف يوزع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. جورج بيست، يفقد بايرن ميونخ الكرة في هذه اللحظات، الآن تأتي المساندة، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. تصرف ممتاز من المدافع بمبدأ الأمان في الكرة الماضية، كرة إلى رمي التماس. روي كوستا، فرصة لإرسال الكرة في الشباك، يا رب، أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع الآن. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك، فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. ولا مع جريفو، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي، فرصة متاحة، يا رب، الكرة في المرمى، تحرك الشباك، تحرك المدرجات، الله على اللقطة، على الكرة، على النهاية. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة، شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة من مسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. بيعدي فيها فرصة الآن، تسل الموجود في هذه اللقطة. هذه هي إذن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول. ضربة بداية الشوط الثاني عند البايرن. تدخل ناجح على الكرة، المنافس يسيطر على الكرة. مايكل أوين، يا سلام، شوف التوقيت، شوف الفرصة خطيرة هنا، يا رب، هدف لمحمد صلاح في هذه اللحظات. نشوف الهدف من جديد،
كرة تلعب في المكان المناسب أمام المرمى والتسديدة لا تخطئ الطريق. النتيجة الآن رباعية مقابل هدف، 3 أهداف تفصل بين الفريقين. إبعاد الكرة من جانب الفريق الخصم. فالفيردي استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. يخترق ولديه المساحة، هجمة مستمرة. يا الله، هدف لمصلحة البايرن. والآن نتابع إعادة الهدف ونشاهد كيفية التمركز في المكان السليم أمام المرمى، وهو المفتاح هنا أكيد. من هذه المسافة ستكون الكرة في الشباك. 5 أهداف مقابل هدف واحد، 4 أهداف تفصل بين الفريقين. تدخل ناجح على الكرة. 10 دقائق ويطلق الفرصة أمام هافيرتز. هدف شرفي في الوقت الأخير، في اللحظات الأخيرة. المباراة انتهت تماما، لا يكفي الوقت المتبقي لإحراز التعادل. النتيجة أصبحت قريبة بعض الشيء، لكن التعادل ما زال بعيدا. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. تقدم كبير ب5 أهداف لهدفين، تتكلم عن 7 أهداف شاهدناها حتى اللحظة. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. مايكل أوين. وتنطلق الآن الصافرة معلنة فوز العملاق البافاري في مباراة اليوم. فوز رائع تحقق اليوم، الأداء الجيد تحول لنتيجة كبيرة في الملعب، وهذا هو النجاح المثالي في عالم كرة القدم.